الفنان ديالنا السي طوطو. اهلا وسهلا. واش السي لابريغاد؟ اراك محيح في السوشيال ميديا. الحمد لله التراك نجح. واخا فاهمو غانتا ومول الاستوديو. مالو كي جاك؟ كيفاش لاصيلي خيطي دي بي اني خطه؟ مالها تا هي؟ انا بعدا بالزز باش حفظتها. تخرج ليك الفيزا وما تخرجش ليك هاد الجمله. باش تعرفني كاين. انت راك كاين وعالمي وكنفتخرو بيك، ولكن ما فهمناكش. انا قصدي ما تفهمونيش، بغيت كلشي يتساءل شنو ديك الجمله. ومازال الان ما فهمناش واش سالات ليك القافيه ولا ديديكاس للشينوا ولا شنو. لا لا حاجه اخرى. شنو الورقه اللي كتبتي فيها التراك تكمشت؟ لا لا مازال ما فهمتي. واخا تكون غنيتي اوردونونس كاتبو طبيب. انا راه براسي والله ما فهمت بعدا كيفاش نجحت. انا راه مازال ما فهمت لا كيفاش نجحت لا كيفاش تكتبت. وهذا هو الفن العميق. انا راه سابق العصر وهذا الشيء غادي نتفهموه في المستقبل. واخا سيدي ما بغيتيش تشرح لينا، قول لينا غير واش كاين شي جديد. قريب اللوح واحد التراك غتشرح فيه هذا؟ لا دابا هذا كيقول لا سي لي خيطي دي بي اني خطه، وجاي واحد اخر العكس ديالو. بغيتي تقول هذا خطه والاخر كونتر خطه؟ لا غير الاخر مفهوم على هذا. دابا الغريب ان هذا ما مفهومش ونجح. راه ما مفهومش عليه نجح، حيت بقاو كيعاودوه باش يفهموا.